لما بتروح لدكتورك النفساني؟ ما عنديش. ما عندكش؟ عمري ما راح. ولا مرة؟ والله العظيم وحياة ولادي. لا أنا بحكي معك على فكرة مش خالص. يعني طيب خلاص. بتتعصب أحياناً وممكن تبقى عنيف، ممكن تشتم، ممكن تطلع عن شعورك؟ لحظة أنا قلت لك بحياتي ما راح. أنا رحت بفترة ال شفت إزاي مش بقى. نفساني دكتور اللي يشيل لي مش سايكايترس مش بسيكولوج، لأنه كنت مش عم بقدر نام بالفترة اللي اتضربت فيها بالنار. فداني حبوب وفجأة لقيت نفسي مش قادر اتحمل، يعني هاي الفترة اللي افتكرتها كنت ناسيها كومبليتلي. اعطاني حبوب. مبسوطة ان انت افتكرت. لقيت نفسي مش انا. خدتها اول يوم، خدتها تاني يوم، رحت تالت يوم انطفضت على نفسي، شلت الكيس في اربع ادوية اعصاب، رحت ارميهم بالزبالة وقلت الله يلعني اذا بياخذ هيك دواء. لقيت نفسي مش انا، يعني عمري 100 سنة اكثر من عمري. قلت خليني تعبان ومش بنام احسن ما اخذ الادويه دي. وكنت عصبي يعني حسيت؟ لا كنت زعلان، كنت متضايق. كانت فتره صعبه بحياتي، خلتني اغير مفهومي للقيم اللي كان في راسي. يعني انا كنت اقول انه القاضي ما بيغلطش، عندي احترام كبير للقاضي. دخلنا بقضية، لقيت القاضي متحيز ومرتشي، فأنا طول عمري إنه القاضي هذا قاضي. لقيت القاضي اللي ارتشى شالت مفهوم الأمل بالحياة، إنه عندك قاضي يعني ده خلاص ده منزل. واجهت الحياة إنه لا، في قاضي كويس وفي قاضي مرتشي. كان عندي فكر بإنه يعني كثير حاجات من المبادئ اللي كانت بدماغي لقيتها مش موجودة بالحياة، بتلاقي منها السيء والسلبي والإيجابي فبالفترة هاي تعبت، لأنه كل مفهوم حياتي اللي علموني إياه أهلي إنه ده ما بيخطأش، ده ما بيعملش، المحامي ده المحامي بتاعك، تلاقي ممكن المحامي بتاعك هو قالب عليك وهو ضدك، هو ممكن يكون متآمر عليك مع الخصم. أنا هول ما كنت تصدق فيهم، واجهتهم. اتعاملت معها إزاي الفترة دي؟ أول شيء رميت الأدوية بالتالت يوم. وبعدين تعاملت بمواجهة، واجهت الأشخاص. واعترفوا؟ لا واجهته وشرس كنت كتير وكسبت النقاط كلها. يعني هو كلها. ده اللي أنا عايز أوصل له. أنت أحياناً بتبقى شرس عنيف، ممكن تشتم، ممكن تغلط. وقت اللي بدي دافع عن نفسي، وقت الحق، مش هتلاقي حد أشرس مني في الحياة بحق. يعني مش إنسان يعني لحمة بيتاكل، لا. آخر مرة كنت شرس احكي لي موقف. يا ما تقولش حاجة عامة، أنا عايزة موقف. مدير بنك تآمر علي. أوف. فرحت له قلت له أنا كنت بساعد ناس، ولقيت أني أنا المدير ده متواطئ معهم وعايز يورطني بالمساعدة باللون اللي ساعدتهم به، وطبعاً كنت ملعوب عليها. فرحت له قال لي راغب أنت يعني اتظلمت، لكن القانون لا يحميك لأنك ماضي. قلت له أنا وثقت فيكم ومضيت بناء على معلوماتكم انه بلا بلا بلا، يعني في قصه معينه. قال لي هو كده لكن المره دي مختلفه، وانت لانك ماضي حيطلع الحق عليك ولازم تسدد كل المبالغ دي، وانا عارف انه المبالغ انت مش مسؤول عنها المفروض. قلت له لا انت غلطان جدا، وانا حوريك انك انت حتجري وراي عشان تحل الموضوع. فلقيته بعد نص ساعة بالضبط مكلمني بيقول لي تحل الموضوع، دفعوا الموضوع وخلاص. نص ساعة؟ خلاص انسى الموضوع. قلت له عايز برأة دم. كنت شرس كتير لأنه حطيت له نقاط، أنا هعمل كده، أنا هعمل كده، أنا هعمل كده، ولحمي ما بيتاكلش. أنتوا بدل ما تكونوا أمانة، نحن مأمنين نفسنا عندكم، أنتوا بتنصبونا. لحمك مر يعني. يعني أنه يعني عم بي حد عم بيتآمر عليكي. فلقيت انا اماكن القوه اللي انا ممكن استعملها. قلت له انا هعمل كده
هعمل كده هعمل كده، وانت حر. ممكن تستخدم القوة دي انك تتطول بالايد؟ لا مش طريقتك. لو 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 القوة بالعضلات كان الثور حكم العالم. Thank you.